عايزه اروح العراق مع حضرتك استاذه فريده. بتجري ترتيبات مكثفه الان لزياره تاريخيه مرتقبه لبابا الفاتيكان الجمعه المقبله. ايه الرساله اللي بتبعث بها تلك الزياره حول استقرار الاوضاع في العراق؟ شوفي انا يعني بلاقي ان العراق ده، انت عارفه الحضاره البابليه، يعني العراق ده وهو ده مكان ما اتولد سيدنا ابراهيم ابو الانبياء. فهل ده يعقل ان يبقى فيه داعش وواغش وباغش وكل القرف اللي شفناه ده في الفتره الاخيره، وحرق بيوت وضرب اليزيديين وضرب المسيحيين وحرق كنائس؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده فين ده؟ شافوا ده فين؟ ده النهارده يعني أسوأ حاجه وأسوأ عنوان للناس دي. فلما البابا جاي النهارده يعني بيبقى رساله مش بس للعراق، ورساله للاقليم كله، انه بدا يبان وبدا يتكشف مخطط هؤلاء الهمج، هؤلاء الارهابيين. فالنهارده بيقولوا يعني اللي انا قريته ان العراق مستعد باحتفال، هيبقى احتفال جميل جدا، هو من يوم 5 ليوم 8 افتكر هيبقى في العراق. كل الجوله بتاعته في ترحيب بيها، وفي وعي دلوقتي بدا. هو ده الجميل في كل حياتنا وفي كل مخططنا وكل مستقبلنا اللي جاي. كل حاجه النهارده في المنطقه اتكشف. التيار اللي بين قوسين بيسمي نفسه الاسلامي وهو ملوش اي علاقه بالاسلام، وبالعكس هو بيحارب الاسلام. لانه انا لما يبقى عندي قران، يعني في اكبر دين ديمقراطي في العالم، لما يتقال رب العزه يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والاقي ناس بتذبح اللي مش زيه اللي يعني. والبابا الرساله بتاعته على حسب برضو ما انا متصوره، ان هو عايز انه يعني ما فيش، يعني بينشر رساله تسامح. والعراق كان طول عمره متسامح على فكره. انا رحت العراق كتير قوي 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 في السبعينات والثمانينات لما كنت بغطي الحرب العراقيه الايرانيه، واقدر اقول لك ان الناس هناك من اكثر الشعوب تحضرا وفهم وفن وشعر وكل حاجه حلوه كانت في العراق. ايه اللي حصل بعد النكبه بتاعت الخواجه بوش الاب وبعدين بوش الاب؟ يعني ادي احنا شايفين ايه اللي حصل. بس ان شاء الله ان شاء الله، وانا بقول بدون اي ادعاء، ان كل الوطن العربي دلوقتي هيرجع تاني ويرجع يستعيد مكانته ويرجع يستعيد وجهه الحضاري بفضل اللي حصل في مصر وبفضل راجل اسمه عبد الفتاح السيسي. طيب. يعني انا شايفه ان هو ده اللي حاصل، ولذلك كلهم على فكره بداوا يحسوا بده وبداوا يتكلموا عن ده. طيب. انت عندك شوف الريس يعني النهارده بيرفض اي تمييز بين المصريين ايا كانوا، لا امراه ورجل ولا ابتي ومسلم ولا يعني كده يعني.